النهاردة ومنذ قليل كان في فطار الأسرة المصرية اللي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقامات كثيرة من المجتمع المصري، حضر سياسيين ورجال دين أو علماء دين وإعلاميين، وكان فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف. هذه المناسبة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة فيها في شهر رمضان من كل عام، الأسرة، مائدة الأسرة أو إفطار الأسرة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي خد هذه المناسبة الطيبة فرصة أن يكلم الأسرة المصرية، يعني المجتمع المصري، ويقول له أن احنا الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة، وقال أن لولا أن خلفه هذا الشعب، الشعب المصري، ما كانش يقدر يصمد ولا يعمل اللي حصل خلال السنوات الأخيرة. قال كمان أن في 90 توصية من الحوار الوطني وصلت إليه، وأنه يدعو إلى استمرار الحوار لأننا نسير في طريق الديمقراطية. تعالوا نشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إيه. في دول قعدت تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة وما نجحتش، هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالي مننا يعني قلقانة جدا جدا، وبدون شك كان الموقف صعب وما زال صعب، صعب وما زال صعب، لكن ما كانش عندي شك أبدا في الناس. أنا بقول الناس اللي هو أهلي، أهل مصر، إن هم بفضل الله سبحانه وتعالى، بالله بالله بالله، تحيا مصر والدنيا كلها والوجود بالله. فالمهم أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني حاسمة في حياة أي مسؤول. ما فيش مسؤول قوي إلا بناسه، وساعة لما ناسه تتخلى عنه خلاص، لو عنده كرامة يسيبها ويمشي. طبعا لو طول ما ده موجود ما فيش مشكلة أبدا لأي مسؤول في الدنيا. الناس المسؤولين أقوياء والحكام أقوياء مش بنفسهم، بناسهم. مفيش هينجح حد غير بناسه، دي حقيقة.